العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في جمعية زهرة الأعصر إن شاء الله في فكرة جميلة نحاول إن احنا ننفذها ونطبقها. وصلى الله والسلام يقول: أنا وكافر اليتيم كهاتين وشرب السباب والوسطى. شرف إن احنا نجمع الأيتام بتوع عائلة الأعصر ونعمل لهم دفتر توفير بحيث إن الناس اللي هي بتطلع صدقات وبتطلع زكاة المال وبتطلع الحاجات ديت إنها سهل عليها إنها تاخد كل واحد على قد ما قدرته، اللي ياخد خمسة اللي ياخد اتنين اللي ياخد واحد، بحيث إن احنا اليتيم يوصل لسن البلوغ وسن 20 عاما يلاقي في أمان ويلاقي في دعم ليه إن هو يقدر يبدأ حياته وما يبقاش ضعيف ولا يبقى محتاج لحد ولا يبقى على حد. فاحنا نفسنا إن احنا ننفذ هذا الموضوع، هسه عائلة العصر كلها تبقى متكفلة وتبقى شرف لينا إن احنا نكفل هذا اليوم. وشكرا.